يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا من جديد في برنامجكم اربح مع الطاهر. اليوم احنا متواجدين مع شركة ومعارض الطاهر للتبريد والأجهزة الكهربائية، مع وجود الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها والمميزة بجودتها وأسعارها، بنحب ننوه لوجود ماكينات ماء السبيل، خصوصا انه احنا بفترة شهر رمضان المبارك مع الأجر والثواب وضرورة يعني إسراف وإنفاق والزكاة. واليوم سؤالنا بيحكي على أي مدينة أطلقت أو أطلق لقب مدينة البصرة الصغرى.